ما بحطها. كانت تتزين قبل رمضان يمكن بدي اقول لك اسبوعين. عندك نسوين الحاره تبلش تاخذ الجرادل وتاخذ الاسطوله وهذا ويقش الحاره ينظفوا ويقيموا ويحطوا البيوت تتعزل، فاهم كيف؟ تلاقي الحاره صار فيها نور وسرور، لبس الثوب جديد، صار فيها روحانيات الحاره. سمعنا باب حطه. باب حطه كثير قريب على المسجد الاقصى. باب حطه اذا بدك تيجي للحاله المجتمعيه فيها هي مش عيال، هي عيله واحده كلها. اي نعم هذا من ظرف فلان وهذا من ظرف، لكن احنا كنا عيله واحده. الاولاد الصغار كان في عندهم تحضيرات من قبل رمضان 3-4 ايام. اذا كانت الدنيا بالصيف فهم علي، كنا نشتري البطيخ الصغير. البطيخ الصغير هذا نفحره ونسوي له خزوق، فهم كيف؟ ونحط فيه شمعه ونربطه بايش؟ بحبل، ونسوي فوانيس. كنا احنا بهذاك الوقت كمان غير انك تسوي الفوانيس غير نسوي حرجيات. امنا تخيط لنا اياها حرجايه هيك كيس قماش وله علاقه هيك، نطلع الحوايه نعرف انه هذه المره مثلا عنده ولد جديد ولدته كذا، نسحب حالنا وعلى الدور عندهم ونبلش لينا لينا يروح يا وكويسه يروح يا وعريسه يروح لو ما فلان ما جينا حلوا الكيس واعطونا واعطونا حلاوينا صحنين بقلاوه جاي علينا الجاي بإيدنا العصاية نضرب الحواية ورغيفين شابية ورغيفين حلبية حيا الله يا ولاد الشام في الخوخ والرمان حلو إلى طويلة. فبنهاية الأمر الناس يا تعطيك قرش يا تعطيك تعريفة يا في هذاك الوقت فهم علي يعطوك كمشة زبيب كمشة قطين وتحطها الخرج او معمول اذا كانوا مسويين معمول تحط فلان يحط علان يحط كذا والاخر في نهايه الامر بعد ما نلف كل الدور نجيبهم نحطهم كلهم مع سوا ونتجمع وهذه حصتك هذه حصتي هذا حصتي نروح مبسوطين وكيفين وكانه سوينا انجاز. العيد لناس وناس وش يسوي العيد للي زينا حافي ماشي بدون لباس، ناس على كنايف ناس على قطايف ناس لسانها حلاس ملاس وناس بتناجي الخضر ابو العباس فهم علي، والعيد لناس وناس. على كل حال كل عام وانتم بخير بصحه وسلامه، ينعاد عليكم وعلى عيالكم بالصحه والسلامه يا رب العالمين.